مساء الخير. طالب صف الثالث الإعدادي، بنجدد لقائنا من على منصة البث المباشر وزارة التربية والتعليم. معاكم أمير جرجس، والنهاردة هنراجع مع بعض الوحدة الأولى من الجبر. بنتكلم عن العلاقات والدوال. الوحدة دي كان درسنا فيها حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين غير منتهيتين والتمثيل البياني له، وعرفنا إزاي نحدد الزوج المرتب على الشبكة التربيعية، وإزاي نجيب العلاقة بين مجموعتين ونشوف شروط العلاقة وإمتى العلاقة دي تكون دالة. كمان إزاي نحدد المجال ومجال المقابل والمدى للدالة، وكمان نشوف الدالة كسرة الحدود وإمتى تكون الدالة كسرة حدود أو لا، وكمان نقدر نشوف الدالة الخطية والدالة التربيعية ونمثلهم بيانيا ونحل تمارين على الدوال. هنحاول كده نلم كل الدروس اللي إحنا أخدناها النهاردة ونحل تمارين عليها. أول حاجة تعالوا كده نبدأ بسؤال أكمل نراجع فيه المفاهيم كده مع بعض عشان نبقى جاهزين للأسئلة المقالية. بيقول لي أكمل كل من ما يأتي: النقطة 5 وسالب 3 تقع في الربع. نقط تقع في الربع إيه؟ فاكرين؟ تعالوا أفكركم مع بعض كده بالمحاور الإحداثيات. آدي محاور الإحداثيات، ده كده كان بالنسبة للربع الأول، وده كده كان الربع الثاني، وده كده كان الربع الثالث، وكده الربع الرابع عشان الناس تبقى فاكرة معايا. ده كده الربع الرابع. لو احنا فاكرين مع بعض، الربع الأول كان موجب وموجب، يعني لو كان الإحداث السيني موجب والإحداث الصادي موجب، فكان موجب وموجب. عشان تحفظوا الحاجات دي ما ننساهاش، هنحتاجها إن شاء الله في المراجعة اللي جاية في الامتحان كده عشان نبقى مستعدين. طيب الربع الثاني كان سالب موجب، قد الإحداث السيني هنا سالب والإحداث الصادي فوق زي ما هو كان موجب، تمام؟ يبقى الربع الأول موجب وموجب، والربع الثاني سالب موجب، الربع الثالث سالب وسالب، الإحداث السيني سالب والإحداث الصادي سالب، الربع الرابع كان موجب وسالب. عايزكم كده تفتكروا الحاجات دي مع بعض ونركز. طب هنا عندي موجب سالب، موجب سالب تبقى في الربع الإيه؟ برافو عليكم، أنتوا حلتوها في الربع الرابع. تعالوا ناخد كمان مسألة، بيقول إذا كانت س زائد 5 و8، يبقى المسقط الأول عندي س زائد 5 على بعض بتساوي 1، والمسقط الثاني 6 ص زائد الس، فإن س بتساوي كام؟ نحلها ازاي دي يا مستر؟ المسقط الأول هيساوي المسقط الأول هنا، فعند المسقط الأولاني هنا س زائد 5 هتساوي 1. طب من هنا الس تبقى كام؟ نحط كام على 5 تبقى 1؟ أيوه برافو عليكم، هنحط يا مستر سالب 4، شطار. طيب سالب 4 يبقى الس عندي كده أنا جبت قيمتها سالب 4. طب لما نحط هنا سالب 4 يبقى عندي 6 ص زائد سالب 4 تديني 8. طيب يبقى كام يا مستر؟ خد السالب 4 وديها الناحية التانية، يبقى في الحالة دي ال 6 ص هتساوي 12. لما تودي سالب 4 هتروح الناحية التانية بموجب، يبقى 4 و8 كام؟ 12. ال 6 ص هتساوي كام يا مستر؟ هتساوي ال 12، يبقى الص بس بكام؟ الص بس ب2. يبقى انا كده جبت قيمه الصاد. بنحلها على شكل معادله، بنساوي المسقط الاول بالمسقط الاول والمسقط الثاني بالمسقط الثاني، ونبدا نحلها ونجيب قيمه المجهول اللي موجود عندك. السؤال الثالث بيقول لي اذا كان نون س بتساوي 5 ونون س ضرب ص بتساوي 15، فان نون ص بتساوي نقط. دي فاكرينها ولا لا؟ نون اللي هي عدد عناصر حاصل الضرب الديكارتي، فهنا نون س معناها عدد عناصر الس. طب ونون س ضرب ص يعني عدد عناصر حاصل الضرب الديكارتي س ضرب ص، فإن نون ص هتبقى كام؟ هنشوف الرقم اللي انضرب في الس هيديك 15. كام في 5 يديك 15؟ 3. وبكده احنا جبنا نون س ضرب ص. لو كان عندك 5 عناصر في المجموعة س مع 3 عناصر في المجموعة ص، حاصل الضرب الديكارتي هيدي لك 15 عنصر، فنون بتعبر عن عدد عناصر حاصل الضرب الديكارتي. طب النقطة 4 و0 تقع على محور إيه؟ إحنا اتكلمنا هنا في الرسمة اللي على الشمال على الأربع اللي موجودة عندي، ربع الأول التاني التالت الرابع. الأول موجب موجب، والتاني سالب موجب، وسالب سالب، وموجب سالب. ما جبتش سيرة الأصفار خالص هنا يا مستر، حلو. طب تعالوا كده النقطة 4 و0، أدي عندي محاور إحداثيات. النقطة 4 دي يعني تقع على محور مين؟ تقع على محور السينات. امشي على السينات لغاية 4. طب وصفر هتفضل مكانك، يبقى هي تقع على محور مين؟ تقع على محور السينات. واحفظها، لما يكون في قيمه للسين او قيمه للمسقط الاول والثاني ما فيش يبقى سينات.
طب لو عكست، لو في قيمة للمسقط الثاني والأول بصفر، يبقى تقع على محور الصدد وهكذا. يبقى احنا كده اتعلمنا ازاي نجيب النقطة لو كانت في أي ربع من الأربع أرباع اللي موجودين عندي أو على أحد محاور الإحداثيات سواء السيني أو الصيني. رقم 5 بيقول لي إذا كانت دالة السين بتساوي 5 س ناقص 7 فإن دالة التلاتة بتساوي. السؤال ده سؤال جميل وبسيط وسهل جدا. الموضوع بسيط، هو عايز دالة التلاتة، فعمل إيه؟ شال السين وكتب تلاتة. فأنت هتعمل زيه، هتشيل كل سين موجود عندك في قاعدة الدالة وتحط تلاتة، فهتحط هنا تلاتة. طب 5 س معناها 5 زائد ولا ناقص ولا في ولا ايه؟ طبعا معروفه 5 في، يبقى 5 في 3 15 ناقص 7 يدي لك 8. يبقى انا كده جبت قيمه داله الثلاثه حسب قاعده داله س اللي موجوده عندي. طيب رقم 6 بيقول لي الداله الخطيه المعرفه بالقاعده ص بتساوي 2 ناقص 3 س. خلي بالكم هنا نميزها كده بالخط عشان ما تفتكروش الس دي تبع الكلام. 2 ناقص 3 س يمثلها خط مستقيم يقطع محور الصادات في النقطة. يقطع محور الصادات، يقطع محور الصادات يعني كأن الخط، تعالوا أعملها لكم رسم خط لون تاني، ناخد اللون الأزرق ده مثلا. يقطع محور الصادات، أدي الخط ده يقطع هنا النقطة دي محور الصادات. لما يقطع محور الصادات قيمة السين هتبقى بصفر ولا قيمة الصاد اللي بصفر؟ لا ده هو واخد الجزء ده من محور الصادات، يبقى السين اللي هي بصفر. طيب يبقى لما تلاقي السؤال كالآتي، بيجي يسألك الدالة الخطية المعرفة بالقاعدة ص يقطع محور الصادات هتساوي السين اللي عندك بصفر. هقولها تاني، لو الخط المستقيم يقطع محور الصادات تساوي السين بصفر، يبقى هنا هتفرض إن السين بصفر. تمام، طيب هتبقى 3 في صفر يا مستر، 2 ناقص 3 في صفر، 3 في صفر قيمتها على طول هتبقى بكام؟ هتبقى بصفر. 2 ناقص الصفر تبقى بكام يا مستر؟ 2 ناقص الصفر هتبقى صفر. طيب انت فرضت مين بصفر؟ فرضت السين، يبقى المسقط الاول عندك بصفر والمسقط الثاني ب2، كده ص ب2. تمام، يبقى صفر و2، يبقى الداله يقطع محور الصادات في الصفر صفر و2 اهي، كان اللي انا واقف عندها دي هتبقى النقطه دي مثلا صفر وكام؟ صفر و2. ماشي يا ولاد؟ طيب تعالوا ناخد سؤال تاني. بيقول لك اوجد قيمتي س وص في كل من ما ياتي. س ناقص 7 و26 ده المسقط الاول بتساوي سالب 1 وص اس 3 ناقص 1 ده المسقط الثاني. نحل المساله دي ازاي؟ المساله دي تمرين مباشر على الزوج المرتب، وبيجيني في الامتحان من مواصفات الورقه الامتحانيه بيجيني لازم سؤال على الزوج المرتب. طيب تعالوا نحل السؤال ده ازاي؟ زي ما حليت السؤال اللي كان في اكمل شمع. هتساوي المسقط الاول مع المسقط الاول، وهتساوي المسقط الثاني مع المسقط الثاني. انا المسقط الاول عملت خط مستقيم هنا، والثاني المسقط الثاني عملت خط متعارك عشان ما نلخبطش ما بينه. طيب تعالوا نحل مع بعض. احل ازاي يا مستر؟ ابدا اساوي المسقط الاول مع المسقط الاول، فقسمت الصفحه بتاعتي بالخط الاحمر اللي انا عملته، وخدت الس ناقص 7 هتساوي هنا المسقط الاول بسالب 2، وعلى الشمال كتبت ص اس 3 ناقص الواحد اهي بتساوي 26، وابدا اشتغل على كل مسقط لوحده. هاخد هنا السالب 7 هتروح الناحيه الثانيه، فلما هتروح هي كانت سالب هتروح تبقى موجب 7. أصبح عندي س بتساوي سالب 2 زائد 7، الناتج هتساوي معايا 5. كده جبت قيمة الس. طب الناحية التانية يا مستر، هاخد السالب 1 أوديه الناحية التانية، فكان سالب هيروح يبقى إيه؟ يبقى موجب 1 يا مستر شطار. طب نجمع 26 و1 يبقوا كام؟ 27، يبقى ص أس 3 ب 27. أنا عايز الصاد بس يا مستر، عشان تشيل الأس ده لازم تحط الناحية التانية جذر تكعيبي، يبقى هناخد الجذر التكعيبي عندي، يبقى الصاد هتساوي معايا الجذر التكعيبي لل 27. هتكتب على الآلة الجذر التكعيبي لل 27. جذر التكعيبي لل 27 بكام يا مستر؟ ب 3. يبقى صاد عندي ب 3. يبقى جبت قيمتي س وصاد. ملاحظات، بنقول ايه في الملاحظات؟ بيقول لك اذا كان س وص مجموعتين منتهيتين وغير خاليتين، تمام؟
فإن س ضرب ص، إحنا اتعرفنا قبل كده وقلنا إن علامة في دي ما بنقولهاش في، بنقول س ضرب ص، فحاصل الضرب الديكارتي بنقول س ضرب ص، لا تساوي ص ضرب الس، حيث س وص مجموعتين إيه؟ غير متساويتين، لأن لو كانت الس بتساوي الص حاصل ضرب الس في نفسها هو هو. ولكن نون س ضرب ص هتساوي نون ص ضرب س، ليه؟ لأن نون هنا عدد العناصر. فلو كان مثلا س ثلاث عناصر وص خمس عناصر زي اللي حليناه من شويه، يبقى 3 في 5 في 15 عنصر اللي هو حاصل ضرب الديكارتي. سواء ضربت س ضرب ص هيطلع 15 عنصر، سواء ضربت ص ضرب س هيطلع حاصل الضرب الديكارتي 15 عنصر. يبقى دي نون س ضرب ص هتساوي نون ص ضرب س، بالرغم ان حاصل الضرب الديكارتي اللي هو س ضرب ص لا يساوي الص ضرب الس. فخلي بالكم نفرق الاثنين دول من بعض. وهنا نون ص ضرب س هتساوي نون س في نون ص، حيث نون هنا بترمز زي ما احنا قلنا لمين؟ لعدد عناصر المجموع. طيب رقم اثنين، اذا كان ك و م الزوج المرتب ك و م بينتمي لحاصل الضرب الديكارتي س ضرب ص، فان ك تنتمي للمسقط الاول، ك اللي هي المسقط الاول بتنتمي للس، الأول يروح للأول، والميم اللي هي المسقط الثاني هتروح للمجموعة الثانية. يبقى لو كان عندك الزوج المرتب كاف وميم، كاف بتنتمي للسين والميم بتنتمي للصاد، أيا كان مين اللي في الأول ومين اللي في الآخر. طب إذا كانت سين طبعًا مجموعة غير خالية. إن سين ضرب صاد، سين ضرب سين هتساوي الزوج المرتب ألف وب، يعني إحنا كنا لو اتكلمنا إن لو كان س ضرب ص، طب لو كانت س ضرب نفسها، طبعًا هيبقى الزوج المرتب أ وب، العنصر الأول والعنصر الثاني أو المسقط الأول والمسقط الثاني كلهم هيبقوا موجودين فين؟ موجودين جوه الس زي ما إحنا شايفين. طيب، س ضرب س بنكتبها س 2 تقرأ س 2 مش س أس 2، لا تفرق عن س أس 2 بتاعت المعادلات اللي خدناها قبل كده، لا دي بنقول عليها س 2. طب الداله، انا كده براجع معاكم في الملاحظات عشان الناس اللي ناسيه حاصل الضرب الديكارتي راجعناه وراجعنا شويه الاجزاء البسيطه، لان ممكن نكون مذاكرين كويس ومع الاسف في ناس بتغلط في الحاجات البسيطه دي وتضيع مني درجه واتنين في سؤال من اسئله اختر اللي بيبقوا موجودين عندي في الامتحان. تعريف الداله، يقال العلاقه من مجموعه س الى المجموعه ص انها داله اذا كان كل عنصر من عناصر س يظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط في أحد الأزواج المرتبة المحددة لبيان العلاقة. بنعبر عن الدالة بأحد الرموز د وق ور وهكذا. ملاحظة، إذا كانت د دالة من المجموعة س إلى نفسها نقول إن د دالة على نفسها. إذا كان الزوج المرتب س وص ينتمي لبيان الدالة فإن العنصر ص، عنصر ص اللي هو المسقط الثاني، بنقول عليها مستر، يسمى صورة العنصر س اللي هو المسقط الأول، يبقى المسقط الثاني بنقول عليه إيه؟ صورة العنصر س، صورة العنصر إيه؟ س. تمرين، إذا كانت س بتساوي 2 و3 وص بتساوي 4 و5 و6، يبقى س بتساوي يا مستر 2 و3 وص بتساوي 4 و5 و6. أوجد ص ضرب س، نون س ضرب ص، نون ص ضرب س، ونون ص 2. طيب نحلها ازاي يا مستر؟ تعالوا نمسكهم واحده واحده. ص ضرب س، ص ضرب س ادي المجموعه ص، يبقى المسقط الاول هاخد الاربعه مع الاثنين والاربعه مع الثلاثه، ادي اربعه واثنين اربعه وثلاثه. طب وبعدين يا مستر؟ اخد الخمسه، اخدها مره مع الاثنين ومره مع الثلاثه، يبقى خمسه واثنين وخمسه وثلاثه. وبعدين اخر حاجه السته، اخدها مره مع الاثنين ومره مع الثلاثه، سته واثنين وسته وثلاثه. طبعا هنا ص ضرب س، عشان كده كل عناصر الص لازم تكون مسقط اول اهي، يا تبقى اربعه وخمسه وسته، هم اربعه خمسه سته. لكن لو كان س ضرب ص كانت عناصر الس هي اللي هتبقى فين؟ هي اللي هتبقى مسقط اول. طيب هنا بيقول لي انا عايز نون ص ضرب س، سهله يا مستر، بنكتب له القانون. نون ص ضرب س يعني نون الصاد في نون السين. الصاد هنا كم عنصر؟ احنا قلنا ان النون هي عدد العناصر. عدد عناصر الصاد هنا كام؟ ثلاثة.
وعدد عناصر السين 2، يبقى 3 في 2 بكام؟ ب6، يبقى نون صاد ضرب سين ب6. طيب هنا بيقول لي نون صاد 2، وخلي بالك هنا طلب نون صاد 2 ما طلبش صاد 2، تفرق يا مستر؟ طبعا لو كان طلب صاد 2 كنت هتجيب له حاصل الضرب الديكارتي صاد في نفسها زي دي كده، بس كنت هتكتب هنا صاد، لكن هنا هو عايز نون عدد العناصر فقط لا غير. فسهله يا مستر، صاد عندي بكام؟ نون صاد 2 معناها نون صاد في نون صاد، عدد العناصر هنا كام؟ 3، يبقى 3 في 3 ب9، يبقى نون صاد 2 عندي ب9. تعالوا ناخد تعريف كده مع بعض نفتكر برضو. عندي في الدالة كان في حاجة اسمها المجال، والمجال المقابل والمدى، مين هم يا مستر؟ بيقول لي إذا كانت الدال دالة من المجموعة س إلى المجموعة ص، وكانت بنقول س من س إلى الدالة دال من س إلى ص، فإن المجموعة س بنسميها المجال اللي هو اللي في الأولاني اللي هي بتبدأ بتكون كمسقط أول، وص بتسمى المجال المقابل للدال. وفي حاجة كمان بتظهر عندي اللي هي مجموعة صور عناصر مجموعة المجال س، اللي هي الحاجات ببساطة كده العناصر اللي بتظهر، مش كل عناصر الصاد طبعا أنا بستخدمها، العناصر اللي بتظهر معايا كمسقط تاني دي اسمها المدى، دي بنسميها مين؟ مدى الدالة. ممكن كل عناصر الصاد تبقى المدى، ممكن بعض عناصر الصاد بتكون المدى، عشان كده بنقول ان المدى بيكون مجموعه جزئيه من مجموعه المجال المقابل للدال، المدى مجموعه جزئيه من مجموعه المجال المقابل للدال. تمرين، اختر اجابه صحيحه من بين الاجابات المعطاه. اذا كان نون س ب3 ونون س ضرب ص ب12، حلينا واحده شبهها، يبقى نون ص بكام؟ 3 في 12 يا مستر، لا انت بتستعجل كده. نون س ضرب ص هي حاصل الضرب. نون س ضرب ص هي مين؟ هي حاصل الضرب، يبقى انت عايز تضرب ال 3 في حاجه تدي لك كام؟ تدي لك 12. 3 في كام؟ تعالوا نشوف، في عندي اختيارات 4 ولا 9 ولا 15 ولا 36. 3 في كام ب 12؟ برافو عليكم، الناس جاوبتها 4، شطار يا ولاد. تمرين كمان، بيقول إذا كانت 3 و5 بتنتمي لحاصل الضرب الديكارتي للمجموعتين 3 و6 وس و8، فإن س بتساوي كام يا مستر؟ أنا اديتها لكم في التعريفات من شوية في الملاحظات، كنت بقول لكم لما يكون في عندي زوج مرتب المسقط الأول لازم يكون موجود جوه المجموعة الأولى، والمسقط الثاني، تعال أحط لكم بلون ثاني، المسقط الثاني لازم يكون ينتمي للمجموعة الثانية. طيب هنا عندي 3 و5، هل ال 3 موجودة في المجموعة الأولانية؟ أيوه يا مستر، طب برافو عليك. ال 5 هنا هل هي موجودة في المجموعة التانية؟ لا، ده موجود س و8 يا مستر. طب عشان تبقى العلاقة دي مظبوطة لازم الس في الحالة دي تساوي مين؟ هل هتساوي ال 8 ولا ال 6 ولا ال 5 ولا ال 3؟ موجودة 5 يا مستر، مش موجودة هنا، يبقى عشان العلاقة تبقى مظبوطة لازم تكون موجودة مين؟ الخمسة طبيعي. ماشي يا ولاد؟ آخد تمرين كمان. بقول إذا كانت النقطة 5 وب ناقص 7 تقع على محور السينات. تقع على محور مين؟ السينات، فإن ب بتساوي. إحنا اتفقنا من شوية، قلنا لما تقع على محور السينات يبقى مين بصفر؟ العكس. الصادات بصفر، يبقى هتساوي المقدار ده عندي بصفر. ب ناقص 7 تبقى بصفر امتى؟ لما ال ب تكون ب 2 ولا ب 5 ولا ب 7 ولا ب 12. ب ناقص 7 بتساوي صفر، وادي السالب الناحيه الثانيه تروح بموجب، يبقى ال ب ب 7 يا مستر، سهله خالص. تمام يا ولاد. اخد اخر تمرين معايا في الاختر. بيقول اذا كانت النقطه ده زوج مرتب س ناقص 4 ده المسقط الأول، و2 ناقص س ده المسقط الثاني، حيث س تنتمي لص وتقع في الربع الثالث، تقع فين؟ في الربع الثالث، فإن س هتساوي 2 ولا 3 ولا 4 ولا 6؟ الس هتساوي عندي هل 2 ولا 3 ولا 4 ولا 6؟ هي تقع في الربع كام يا مستر؟ تقع في الربع الثالث يا أولاد، تقع فين؟ في الربع الثالث. طب الربع الثالث احنا قلناه، قلنا عليه ايه؟ ده الاول والثاني والثالث، اهو الثالث كان سالب وسالب،
طيب تعالوا نجرب كده نعمل طريقة يبقى لازم يكون عندي المسقط الأول سالب وكمان المسقط الثاني سالب. طب لو عوضنا باتنين، نعوض عن السين باتنين، 2 ناقص 4 سالب 2. حلوة دي، تمام يا مستر شطار. اصبر بس، اوعى تختارها، ادخل على المسقط الثاني نعوض. 2 ناقص 2 بكام؟ بصفر، واحنا قلنا لازم تبقى ايه، سالب وسالب يا مستر. يبقى كده ما نفعتش معاه، يبقى ما تستعجلش، خش على اللي بعدها. اللي بعدها رقم 3 يا مستر. طب تعالوا نجرب الثلاثة، عوض عن السين ب3، 3 ناقص 4 سالب 1 يا مستر. طب حلو، و2 ناقص 3 برضه سالب 1 يا مستر، يعني طلعت سالب وسالب. اه يا مستر، طب تمام، هي دي الإجابة. طب اصبر شوية تعالى نتأكد، هي كده في الغالب هتبقى دي الإجابة بتاعتنا، بس أنا حابب أتأكد برضه. آخد الأربعة، نحط 4 ناقص 4 0. خلاص هي لازم تطلع سالب وسالب يا مستر، ما تكملش. آخد اللي بعدها 6، 6 ناقص 4 طلعت موجب 2. لا يا مستر، إحنا متفقين إنها إيه؟ سالب. يبقى أنا كده اتأكدت 1000% إن الإجابة هي رقم 3. ماشي يا ولاد؟ آخد تمرين كمان. بيقول لي أي من العلاقات تمثل دالة؟ أي من العلاقات التالية تمثل دالة؟ وإذا كانت العلاقة دالة فأوجد المدى. طيب أول واحدة عندي س، عندي 1 و2 و3 وص 1 و4 و9. هل العلاقة دي دالة ولا لأ؟ تعال نشوف الأسهم، أدي الأسهم اللي موجودة عندي يا مستر. هل من كل عنصر طالع سهم؟ أيوه يا مستر، تمام، يبقى كده العلاقة دالة. طب راحوا لمين؟ راحوا يا مستر للواحد وراحوا للتسعة، يبقى هي دي المدى، المدى 1 و9. مدى إيه؟ 1 و9. طبعا السؤال ده بسيط مش ممكن يجيني في الامتحان، بس أنا بديهولكم كده بننشط دماغنا عشان نفتكر المعلومة اللي فاتت عشان لما تيجي في الامتحان ما انتهش. واحدة كمان، سين 1 و2 و3 وصاد 1 و4 و9. لو كانت الأسهم بالشكل ده دالة ولا لأ؟ كل عنصر من سين يا مستر طالع منه سهم واحد، يبقى العلاقة دالة. المدى نشوفهم راحوا لمين؟ راحوا للواحد والأربعة والتسعة، يبقى هو ده المدى. أدخل كمان على تمرين، باقي التمرين. دي العلاقة اللي موجودة عندي، الواحد ظهر منه سهمين، راح مرة واحد للأربعة ومرة واحد للواحد، والاثنين راح للتسعة، والتلاتة ما خرجش منه ولا سهم، لا خرج سهم واحد عندي. هل العلاقة دي دالة ولا ليست دالة؟ كل عنصر من عندي هنا من السينات خرج منه سهم، مع الواحد خرج سهمين، تنفع؟ لا يا مستر ما تنفعش. ليه؟ عشان لازم كل عنصر من المجال او السينات يطلع منه سهم واحد بس، ودي ما طلعش منها اسهم، يبقى ليست دالة. طب تعالوا ناخد عين اربعة. عندي الواحد طلع منه سهم وعندي التلاتة طلع منها سهم، يبقى دالة يا مستر؟ لا. ليه؟ ليه مش دالة؟ عشان الاتنين عندي ما خرجش منها اسهم، والقاعدة بتقول إن كل عنصر من عناصر س يخرج منه سهم واحد فقط، ما ينفعش سهمين وما ينفعش ما يخرجش منه أسهم. نفس الكلام دي لو كانت على شكل حاصل ضرب الديكارتي، تظهر عندي عناصر الس كمسقط أول مرة واحدة فقط. تمرين، قول إذا كانت س بتساوي 2 و3 و4 وص، هنا كاتبها لك كده لو احنا خدناها في الابتدائي لو انتوا فاكرين، في طريقتين عندي لكتابة المجموع، في حاجة اسمها طريقة السرد، في حاجة اسمها طريقة الصفة المميزة. فهو ممكن يكتبها لك بطريقة السرد أو يكتب لك المجموعتين، يعني بمعنى أدق بطريقة السرد، ممكن يكتب لك بطريقة الصفة المميزة، زي عندي الصاد هنا كاتبها لي بطريقة الصفة المميزة. طيب كاتب إيه يا مستر؟ كاتب صاد حيث صاد تنتمي لطه، والصاد أكبر أو يساوي الاتنين وأصغر من التسعة. يعني إيه تنتمي لطه يا مستر؟ يعني أعداد طبيعية، الأعداد الطبيعية يعني كلها موجب ما فيهاش سالب. طيب حيث طه مجموعة الأعداد الطبيعية، وكانت عين علاقة من س إلى ص، حيث أ ع ب، أ ع ب إيه؟ بتعني يا مستر؟ تعني إن الألف اللي عندي نص الب، حيث ألف عين ب بتعني إن الألف نص الب، يبقى ألف عين ب إيه؟ ألف نص الب، ألف عين ب بتعني إن الألف هتساوي معايا إيه؟ نص الب، لكل ألف تنتمي لس وب بتنتمي للصاد.
طيب نحلها ازاي دي يا مستر؟ تعالوا نحل كده مع بعض ونشوف. اول حاجة انا لازم اكتب عندي المجموعتين، فانا عندي الصاد مش مكتوبة بطريقة السرد، اكتبها بطريقة السرد. عندي السين موجودة، طيب ادي السين نبروزها كده عشان يبقى عنينا عليها عشان ما تتوهش وسط الكلام. وادي الصاد جبناها، صاد هي العناصر الاكبر من 2 او تساويها واصغر من 9، يبقى 2 معايا وبعدين 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9. لا ليه؟ لان هو هنا قال لي اصغر بس. طيب ا ع ب بتاعني ايه يا مستر؟ عايزين نجيب بيان العلاقه. بيان العلاقه ان الالف نص الب. طب الاثنين نص مين يا مستر؟ الاثنين نص الاربعه، يبقى 2 و4. طب والثلاثه نص مين يا مستر؟ نص الستة، يبقى عندي 3 و6. آخر حاجة 4 نص مين؟ نص التمانية، يبقى 4 و8. ده كده بيان العلاقة. هل عين دالة ولا ليست دالة؟ عين دالة يا مستر. ليه؟ لأن كل عنصر من عناصر السين الاتنين والتلاتة والأربعة ظهر مرة واحدة. أدي الاتنين مرة واحدة والتلاتة مرة واحدة والأربعة مرة واحدة، يبقى عندي عين دالة لأن كل عنصر من عناصر السين خرج منه سهم واحد أو ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. طب المدى يا مستر؟ العناصر اللي ظهرت في الصاد. مين العناصر اللي ظهرت في الصاد؟ اللي ظهر عندي في الصاد يا مستر هما 3 عناصر، الأربعة والستة والتمانية. يبقى هما دول المدى، 4 و6 و8. ما ناخدش الصاد كلها لأن الصاد هو مجموعة جزئية من المجال المقابل اللي هو صاد عندي هنا. تعالوا ناخد تمرين تاني. قول لي إذا كانت س 2 و5 و8 والصاد 10 و16 و24 وكانت ع علاقة معرفة من س إلى ص، حيث أ ع ب بتعني إن العدد أ عامل من عوامل الب. أ عامل من عوامل الب. اكتب بيان العلاقة، وهل العلاقة دالة أم لا مع بيان السبب؟ تعالوا نحل مع بعض. تعالوا بالراحة كده، الاتنين عامل لمين؟ يعني مين من الأرقام دي تقبل الاسم على دي؟ العشرة تقبل على الاتنين؟ اه. طب والستاشر تقبل على الاتنين؟ اه. والأربعة وعشرين تقبل على الاتنين؟ اه. والتلاتين؟ أيوه يا مستر. كل ده يعني الاتنين عامل من عوامل العشرة ومن عوامل الستاشر ومن عوامل الأربعة وعشرين ومن عوامل التلاتين. طب الخمسة عامل لمين؟ الخمسة عامل من عوامل العشرة والتلاتين، هي العشرة والتلاتين بس اللي يبقى على الخمسة. كلام جميل. طب والتمانية عامل من عوامل مين يا مستر؟ هل تنفع للعشرة؟ لا، مفيش تمانية في حاجة تدينا عشرة. طب هل في تمانية في حاجة تديك ستاشر؟ اه، تمانية في اتنين، يبقى التمانية عامل من عوامل الستاشر، وتمانية في تلاتة باربعة وعشرين، التمانية عامل من عوامل ال 24. هل ال 8 عامل من عوامل ال 30؟ لا طبعا، مفيش رقم ينضرب في 8 يدينا 30. طيب تعالوا نكتب كده بيان العلاقه. احنا قلنا الاثنين معاهم كلهم تقريبا، تمام، 2 و10 و2 و16 و2 و24 و2 و30. وقلنا الخمسه هتبقى مع ال 10 وال30 بس، اهي 5 و10 و35. وال 8 و16 و8 و24 كده كتبت بيان العلاقه. هل العلاقة اللي عندي دي دالة؟ لا، ده الاتنين ما شاء الله ظهر 4 مرات، يبقى العلاقة ايه؟ ليست دالة، لأن الاتنين من عناصر السين ظهرت كمسقط أول أكتر من مرة. ليه؟ طب ليه بتكتب الجملة الأخيرة يا مستر؟ هو سألني هل عين دالة؟ فأنا جاوبته، وبعدين قال لي ايه؟ مع بيان السبب. مع بيان السبب هي الجزئية دي. بقول له ايه؟ لأن اتنين، بقول له السبب. ايه السبب اللي عندي؟ لان الاتنين ظهرت كمسقط اول اكتر من مرة، يبقى بتوضح له السبب دي. فانتبه اول السؤال في الامتحان، مش تقول له ان هي دالة او ليست دالة وتسكت، لا، اقرا السؤال كامل، لان ممكن يقول لك، وفي الغالب بيذكر، هيقول لك مع بيان السبب، فلازم تذكر له السبب. او زي المسألة اللي فاتت يقول لك هل العلاقة دالة ام لا، واذا كانت دالة فاوجد المدى. يبقى انتبه لسؤالك كامل وهات كل العناصر اللي فيه عشان ما تقلش حتى ولو ربع درجة ولا أي حاجة، نبقى جايبين الدرجات النهائية بإذن الله. تمرين، إذا كانت س 1 و2 و3 وص 1 ونص وتلت وخمس، يبقى أنا عندي الس 3 عناصر 1 و2 و3 والص 4 عناصر 1 و2 وتلت 1 ونص وتلت وخمس.
وبيسألني بيقول لي كانت عين علاقة معرفة من سين إلى صاد، حيث ألف عين ب بتعني إن الألف معكوس ضربي للعدد ب. اكتب بيان عين وهل عين دالة مع بيان السبب، وإذا كانت دالة أذكر المدى. بص السؤال بقى مذكور إزاي، يبقى بيسألني اكتب بيان العين، ده رقم واحد، وبعدين هل عين دالة رقم اتنين، بتحدد إذا كانت دالة ولا لا، مع بيان السبب، يعني لو كانت دالة بتذكر ولو كانت ليست دالة برضو بتذكر، وإذا كانت دالة أذكر المدى. يبقى في كام حاجة مكتوبة، السطر مش متقسم لكن أنت بتقسمه زي كده، مطلوب مني 4 حاجات. تعالوا بالراحة كده مع بعض الحل. أول حاجة أنا عندي بجيبها ألف عين ب يعني معكوس ضربي. طيب واحد مين معكوس الضرب يا مستر؟ الواحد، يبقى واحد واحد. اتنين مين معكوسها الضربي؟ الاتنين دي تنضرب في كام يا مستر عشان تبقى واحد؟ ما هو العدد في معكوس الضربي لازم يدينا ايه؟ لازم يدينا واحد. يبقى انا عندي الواحد والواحد، وعندي كمان اتنين ونص، وعندي واحد وتلت. واحد وايه؟ وتلت، الزوج المرتب الاخراني اللي عندي واحد وتلت. يبقى عندي كام زوج مرتب يا مستر؟ عندي 3 ازواج مرتبة، واحد واحد واتنين ونص، واحد وتلت، واحد وتلت. كم زوج مرتب دول يا مستر؟ دول 3 ازواج مرتب. طيب احنا قلنا بيان العين، ادينا بيان العين، هل العلاقه داله ولا لا؟ نشوف عناصر السين، واحد واثنين وثلاثه، ادي الواحد وادي الاثنين وادي الثلاثه، كل عنصر ظهر عندي هنا، دي ثلاثه دول، كل عنصر ظهر عندي يا مستر؟ ظهر عندي مره واحده، يبقى العلاقه داله. اه يبقى العلاقه عندي هنا ايه؟ داله. جميل. مع بيان السبب، ايه هو بيان السبب؟ ان كل عنصر من عناصر السين ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. طيب يبقى أنا كده بكتب له الجملة دي، يبقى أول حاجة بيان العلاقة، بيان الدالة أهو، أو بيان العلاقة عندي. هل العلاقة دالة أم لا؟ أه دالة، مع بيان السبب هكتب له إن كل عنصر من عناصر السين ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. طيب عايز المدى بعد كده، نقدر نجيب المدى؟ أه يا مستر. مين المدى اللي عندي يا مستر؟ المدى هي العناصر اللي ظهرت كمسقط تاني. مين اللي ظهر كمسقط تاني؟ هم 3 عناصر، مين؟ الواحد، ها وايه تاني؟ والنص، اخر حاجه مين يا مستر؟ التلت. ده المدى اللي عندي. يبقى انا كده حليت التمرين اللي عندي كامل. يقول لي اذا كانت س سالب 2 وسالب 1 وصفر وواحد واتنين، وكانت عين علاقه معرفه على س، حيث ا عين ب بتعني ان ا معكوس جمعي، يبقى اللي فاتت كانت معكوس ضربي ودي معكوس جمعي. اكتب بيان العين ومثلها مخطط سهمي واخر بياني. تعالوا نراجع مع بعض كده، ما حليناش حاجه على مخطط سهم والبياني، تعالوا ناخد تمرين كده على مخطط سهم والبياني. وبيسالني هل عين داله ام لا مع بيان السبب، واذا كانت داله اذكر المدى. الحل معكوس جمعي، هي دي علاقه على نفسها، دي علاقه على مين؟ على نفسها، اللي فاتت كان ما بين مجموعتين. سالب 2 معكوس جمع لمين؟ للاثنين يا مستر، يبقى السالب 2 هتروح مع الاثنين. طب وسالب 1 معكوس جمع لمين؟ للواحد يا مستر، يبقى سالب 1 1 اهي. طب والصفر معكوس الجمع مين؟ نفسه، يبقى صفر وصفر. طب والواحد معكوسها الجمع مين؟ سالب 1، يبقى 1 وسالب 1 و2 وسالب 2، ادي عندي ال5 ازواج المرتبة. في تاني؟ لا مفيش. طب هل كل عنصر ظهر مسقط أول مرة واحدة؟ سالب 2 مرة وسالب 1 مرة والصفر مرة والواحد مرة والاثنين مرة، يبقى العلاقة دالة ولا ليست دالة؟ أيوه يا مستر دالة. ومين المدى؟ الحاجات اللي ظهرت مسقط تاني اللي هما مين؟ 2 1 وصفر وسالب 1 وسالب 2، أهو كتبناه. طب إزاي نعملها كمخطط سهمي؟ مخطط سهمي بتعملها بالأسهم. أدي المخطط السهمي، أنا عندي 2 وسالب 2، واحد وسالب واحد وصفر. طيب أول حاجة أنا عندي كانت السالب 2 معكوس جمعي للاتنين، يبقى السهم يطلع من سالب 2 يروح للاتنين، وفي نفس الوقت كان السالب 1 معكوس جمعي للواحد والصفر لنفسه، طبعا الصفر هو معكوس جمعي لمين؟ لنفسه، فبيلف ويرجع لنفسه. بعدين عندي الواحد معكوس جمعي للسالب 1، يبقى زي ما طلع سهم من السالب 1 للواحد هيطلع سهم من الواحد للسالب 1، وهيطلع سهم من الاثنين للسالب 2. ده كده المخطط السهمي. طب والبياني بتعملها زي الرسمه، رسم البياني.
عندك سالب 2 وسالب 1 وصفر وواحد واتنين اهم، سالب 2 وسالب 1 وصفر وواحد والاتنين، وبنفس الوقت زي ما عملتهم افقي هتعملهم راسي. ونشوف اول حاجه عندك سالب 2 واتنين، سالب 2 واتنين اهي، يبقى نعمل نقطه عند سالب 2 واتنين، وسالب 1 وواحد ادي السالب 1 وواحد نعمل نقطه، صفر وصفر ادي صفر وصفر، واحد وسالب واحد، اتنين وسالب اتنين، انا كده عملت النقطة. واضح طبعا عندي هنا ان هي دالة ان الخط الرأسي اللي عندك عليه نقطة واحدة بس، ادي الخط الرأسي ده عليه نقطة وكل خط رأسي عليه نقطة واحدة، وده بيثبت لي ان هي دالة. انا بتأكد كده منين؟ من شغل يا مستر. تمرين كمان بقول لك، اذا كانت س 2 و 3 و 4 وصاد 6 و 8 و 10 و 11 و 15 وكانت عين علاقة معرفة من س إلى ص، حيث أ عين ب بتعني إن أ تقسم ب، حتة تقسم تشبه الجزئية بتاعت عامل من عوامل ب، هي نفس الفكرة بس اختلاف المعنى. يعني لما يقول لك أ عامل من عوامل ب هي نفسها فكرة إن أ تقسم ب. طيب أكتب بيان العين، وهل عين دالة ولماذا؟ مع بعض. الاتنين تقسم مين يا مستر؟ الاتنين تقسم الستة، والاثنين تقسم الثمانية، والاثنين تقسم العشر. يعني في نفس الوقت الستة تقبل قسم على الاثنين، والثمانية على الاثنين، والعشر على الاثنين. هل الاثنين تقسم الحداشر؟ هل عندك في اثنين في حاجة تدي لك حداشر؟ لا. هل في اثنين في أي رقم يدي 15؟ لا. يبقى أول حاجة عندي اثنين وستة، واثنين وثمانية، واثنين وعشر. طب والثلاثة تقسم مين يا مستر؟ الثلاثة في اثنين بستة، يبقى الثلاثة تقسم الستة أهي. طيب وعندك في 3 في حاجة تديك 8؟ لا. في 3 في حاجة تديك 10؟ لا، ولا 11. لكن عندي 3 في 5 تدينا 15، يبقى ال 3 تقسم ال 15، يبقى نكتب 3 في 15. طيب عندك 4 تقسم ال 8 بس، يبقى 4 ومين؟ 4 و 8. هل العلاقة دي دالة؟ طبعا واضح إن العلاقة إيه؟ العلاقة ليست دالة. ليه يا مستر العلاقة ليست دالة؟ لأن في عندك أكتر من عنصر، الاتنين ظهر منهم ظهروا كمسقط أول ثلاث مرات، وعندك التلاتة ظهرت كمسقط أول مرتين، يبقى العلاقة إيه؟ ليست دالة. وتذكر أي سبب من السببين دول، لأن اتنين من عناصر س ظهرت كمسقط أول أكتر من إيه؟ من مرة، أو تذكر التلاتة، مش لازم تكتبهم كلهم يعني. تمرين كمان، إذا كانت س 1 و 3 و 4 و 5 وصاد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 وكانت عين علاقة معرفة من س إلى ص، حيث أ عين ب بتاعنا إن أ زائد ال ب بتساوي 7، لكل أ تنتمي لس و ب بتنتمي للص. بيان العين، وهل عين دالة ولماذا؟ وإذا كانت دالة أذكر المدى. طيب أول حاجة عندي هنشوف الأعداد اللي تدينا 7. واحد زائد كام تدينا 7 يا مستر؟ واحد زائد الستة تدينا 7، يبقى دي اللي هتحقق معايا العلاقة. طب وتلاتة زائد كام؟ تلاتة وأربعة، وأربعة وتلاتة، وخمسة زائد اتنين تدينا 7، أنا كده حليتها بعيني زي الفل. نكتبه العلاقة طبعا واضح كده، هم أربع عناصر في السين، واحد تلاتة أربعة خمسة، هم واحد تلاتة أربعة خمسة. كل عنصر ظهر مرة واحدة بس، كل عنصر إيه؟ ظهر مرة واحدة بس، يبقى عين دالة. أيوة مستر العلاقة اللي عندي دالة، لأن كل عنصر من عناصر س ظهر كمسقط أول مرة واحدة فقط. مين المدى؟ المدى العناصر اللي ظهرت مسقط تاني، اللي هم الستة والأربعة والتلاتة والاتنين، دول هم المدى. طيب نكتب المدى يا مستر، اتنين أهي، تلاتة أهي، أربعة وستة. تمام يا ولاد؟ الدالة كسرة الحدود، إمتى بنقول على دالة كسرة الحدود؟ بنقول إن دالة من ح إلى ح، حيث دالة س بتساوي أ زائد أ س زائد أ اتنين س وهكذا. الخلاصة هي دي، اللي هي مستر هي أ ن س أس ن، حيث ن ينتمي لط. تمام؟ يبقى أي دالة كثيرة الحدود يكون الأس بتاع الدالة اللي عندي لازم، أو القوة بتاعتها لازم تكون عدد طبيعي، ما تكونش عدد نسبي وما تكونش عدد سالب، لازم تكون عدد طبيعي. درجة كسرة الحدود هي أكبر قوة للمتغير في قطع.
في قاعدة الدالة، وعشان نحدد نوع الدالة من حيث كونها كثيرة الحدود أم لا يكون قبل التبسيط، يعني تحدد إذا كانت الدالة كثيرة الحدود أم لا على حالها من غير ما تبسطها، من غير ما تختصر يعني، تمام؟ ولتحديد الدرجة لازم نختصر، يبقى عشان تحدد نوعها كثيرة الحدود أم لا يكون قبل التبسيط، وأنا كاتبها لك بالأحمر، ولتحديد درجة الدالة يكون بعد التبسيط. طيب تعالوا ناخد شوية تمارين على الكلام ده. بقول لك حدد أي الدوال التالية تمثل كثيرة حدود. هل الدالة دي كثيرة حدود؟ بص على أسس السين عندك، الأس هنا 3 طبيعي، أيوه يا مستر، و2 طبيعي، أيوه يا مستر. طب ودي ما فيهاش سين، ما هنا ما فيهاش سين، كأن السين اللي عندي هنا أس صفر. طب الصفر طبيعي؟ أيوه يا مستر، يبقى دي دالة كثيرة حدود. طب اللي بعدها؟ اللي بعدها عندك سين أس 3 طبيعي، لكن سين في المقام دي معناها سين أس سالب 1، يعني دي كده معناها إيه؟ سين أس سالب 1. هل السالب 1 ده عدد طبيعي يا مستر؟ طبعا لا، يبقى الدالة ليست كثيرة حدود. آخد كمان واحدة، عندك هنا جذر السين. طب هل يا مستر هنا الجذر معناها سين أس كام؟ معناها سين أس نص. هل النص ده عدد طبيعي؟ لا طبعا، يبقى الدالة برضو ليست كثيرة حدود. طيب بيقول لي إذا كانت دال من ح لح فأذكر درجة الدالة في كل حالة. أذكر درجة الدالة فين؟ في كل حاجة. الدالة الأولانية دي قلنا درجة الدالة هو أعلى قوة للمتغير سين اللي موجود عندي. طب أنا عندي السين هنا أعلى قوة ليها، هنا مفيش سين، فأعلى سين عندي هي دي اللي هي سين أس 1، يبقى دوري دي من الدرجة منين؟ من الدرجة الأولى. طب والتانية دي سين تربيع ناقص سين تربيع بتساوي 3، يبقى دوري كده يا مستر من الدرجة التانية. لا أنت كده نسيت الملحوظة اللي أنا قلتها لك. أنا قلت إيه في الملحوظة؟ قلت لتحديد درجة الدالة يكون بعد التبسيط. تحديد درجة الدالة يكون إمتى؟ بعد التبسيط. يبقى ما ينفعش تجيب الدرجة بمجرد النظر كده، احنا بنحدد كثير الحدود أم لا بمجرد النظر من غير ما نبسط. لكن هنا لو انت دخلت بالسالب جوه هتبقى ناقص سين تربيع زائد التلاتة، فهتروح السين تربيع مع السين تربيع يبقى هتساوي تلاتة. لما هتساوي تلاتة يبقى من الدرجة الكام يا مستر؟ يبقى الدرجة الصفرية. على أس للسين مفيش سين، يبقى أعلى أس عندي كده سين أس صفر، لأن سين أس صفر بواحد، واحد في تلاتة بتلاتة، عشان كده بنقول عليها دالة من الدرجة الصفرية. كمان مسألة بيقول لي سين وقوس سين ناقص اتنين سين تربيع. طيب من الدرجة الكام دي يا مستر؟ ما تتسرعش، لازم نعمل ايه؟ لازم نختصرها. يعني ايه نختصرها؟ يعني تدخل بالسين جوه القوس. طيب تعالوا ندخل بالسين جوه القوس. سين في سين بيه يا مستر؟ بسين أس اتنين، تمام. وبعدين ابدا اضرب في العدد الثاني، هنا اس 2 نوضحها، وهنا سالب في موجب بسالب، س في 2 س تربيع هتبقى 2 س اس 3. اعلى اس للسين عندي هنا مين يا مستر؟ اعلى درجه للسين عندي هنا هي اس 2 ولا اس 3؟ طبعا اس 3، يبقى ده من الدرجه الثالثه. الدالة الخطية، مين الدالة الخطية يا مستر؟ قلنا الدالة الخطية الصورة العامة بتاعتها هي دالة س بتساوي أ س زائد ب. أعلى قوة للسين هنا هي مين؟ واضحة كده، مفيش حاجة يا مستر، يبقى معنى كده إن هي إيه؟ أس واحد. طيب أس واحد معناها إيه؟ معناها الدرجة الأولى، عشان كده بنقول إن تسمى دالة خطية أو دالة من الدرجة الأولى. طب ليه سميناها خطية ما نقول دالة من الدرجة الأولى؟ عشان هي بيمثلها خط مستقيم، فممكن نقول عليها دالة خطية بدل، وممكن نقول عليها الدالة من الدرجة الأولى، كده صح وكده صح. تعالوا ناخد شوية تمارين، اختر كده أو أكمل. بيقول لي الدالة الخطية المعرفة بالقاعدة ص بتساوي 2 س ناقص 1 يمثلها بيانين خط مستقيم يقطع محور الصادات. يقطع إيه؟ محور الصادات في النقطة مين يا مستر؟ يقطع محور الصادات، قول حفظتها لكم من شويه، قلنا لما يقطع محور الصادات بنساوي مين بصفر؟ بنساوي العكس السينات. طيب هتساوي هنا السينات بصفر، صفر في 2 بصفر، يبقى مين يا مستر؟ سالب 1، يبقى هنقول صفر
وسالب واحد. يبقى الدالة المعرفة بالقاعدة اللي موجودة قدامك، تمام، عشان تجيب نقطة تقاطع بتاع محور الصادات بتساوي السينات بصفر، يبقى صفر هتنضرب في الاتنين بصفر، يبقى صفر وسالب واحد. طب الدالة الخطية المعرفة بالقاعدة ص بتساوي 3 س زائد 6 يمثلها بيانيا خط مستقيم يقطع محور السينات، يبقى العكس هتساوي مين بصفر؟ هتساوي الصادات يا مستر بصفر. طيب نساوي الصادات بصفر. لما اساوي الصادات بصفر بقت كانها معادله، هتودي الست دي الناحيه الثانيه، تعالوا نحلها فوق، اهي 3 س هتساوي، هتودي موجب 6 دي الناحيه الثانيه، تبقى يا مستر؟ تبقى سالب 6. 3 س بتساوي سالب 6، كم في 3 يدي لك سالب 6؟ ايوه سالب 2، شطار. يبقى س عندي سالب 2، يبقى المسقط الاول كام؟ سالب 2، والمسقط الثاني اللي هو الصاد بصفر، يبقى الحل هيبقى سالب 2 وصفر. تمرين كمان، اذا كانت الداله د حيث دالة س بتساوي 3 س ناقص 1 يمثلها بيانين مستقيم يمر بالنقطه ألف واتنين، فإن أ بتساوي، يبقى الدالة اللي عندي تمام اسمها دالة س 3 س ناقص 1 يمثلها بيانيا خط مستقيم يمر بالنقطة أ واتنين، يمر بالنقطة إيه؟ أ واتنين، فإن أ هتساوي كام؟ بسيطة، أنت هتمسك الألف دي اللي هي السينات، وكل س تقابلك حط مكانها أ. تعالوا بالراحة كده نحلها. طب والاتنين يا مستر؟ الاتنين اللي هي قيمة الدالة. طب تعالوا بالراحة أوريكم إزاي نعوض. عندي 3 س، يبقى أشيل الس وأحط الألف، يبقى 3 أ، تمام؟ 3 أ ناقص الواحد زي ما هي، هتساوي قيمة الدالة اللي عندك اللي هي كام يا مستر؟ اللي هي الاتنين، تمام؟ طيب عايزين نحلها، هتودي السالب واحد الناحية التانية، يبقى 3 أ في الحالة دي لما السالب واحد هتروح بموجب، يبقى 2 واحد كام؟ 3. طيب 3 أ بتساوي 3، يبقى الأ بكام؟ أكيد الواحد طبعًا، لأن 3 في 1 ب 3. طيب رقم 4 يقول إذا كانت دالة س 4 س زائد الب ودالة ال 3 بتساوي 15، يبقى قيمة الب كام؟ نعوض برضه، هيبقى 4 وشيل الس واكتب 3، 3 في 4 بكام؟ ب 12، 12 زائد الب ها؟ هيساوي كام يا مستر؟ 15، 12 زائد ال 15 زائد الب، 12 زائد الب يدينا 15، يبقى الب بكام؟ تحط كام على ال 12 يديك 15؟ 3 طبعا، سهل. يبقى بدايتك انك انت تعوض صح، لو عوضنا صح هنعرف نطلع الاجابه مظبوط. تمرين على الداله الخطيه، ازاي نرسم الداله الخطيه؟ او تعالوا ناخد تمرين تعويض. التمرين ده بيجي كتير عندي في الامتحانات وموجود عندي في كتاب المدرسه، بيقول لي اذا كانت داله س س تربيع ناقص الثلاثه، وكان عندي ر س عباره عن س ناقص الثلاثه، اثبت ان داله الثلاثه بتساوي ر الثلاثه بتساوي الصفر. تعالوا نعوض مع بعض. اول حاجه انا عندي داله السين اهي، تمام، ابدا اعوض فيها دال 3، كل س تقابلك حط 3، طيب هنا س أس 2 يبقى 3 أس 2 ناقص 3 س يبقى 3 في 3، 3 أس 2 9 ناقص 9 بصفر. طيب تعالوا نعوض عن ال ر س بتساوي س ناقص 3، هنجيب ر 3، هنشيل الس ونكتب 3، يبقى 3 ناقص 3 بكام؟ 3 ناقص 3 بصفر. يبقى أنا كده ثبت المطلوب، من 1 و2 يبقى عندي ثبت المطلوب. مثل بيانين الدالة دال من ح لح حيث دالة س 2 ناقص الس، هنعمل جدول كويس ونكتب فيه س وص ونفرض الس 1 و2 و3، ناخد 3 أرقام متتالية وعوض كده بالترتيب، مرة عن الواحد، تعالوا نعوض عن الواحد، شيل الس واكتب 1، يبقى 2 ناقص 1 بكام؟ 1، اكتب في الصاد 1، بعدين عوض عن س ب 2، يبقى 2 ناقص 2 بكام يا مستر؟ بصفر، حط في الصاد صفر. آخر حاجة هعوض عن السين بتلاتة، يبقى 2 ناقص 3 بسالب 1. أحط محاور إحداثيات، أرسمهم صح في الامتحان. محاور إحداثيات أدي المحور السيني وأدي المحور الصادي. لازم ما بين كل رقم والتاني
بتكون مسافات متساوية، عشان كده احنا بنستغل ورقة الرسم البياني وبتكون متقسمة مربعات فبتمشي بنظام عليها. النقطة اللي في النص طبعا هي نقطة الأصل، بنسميها نقطة الأصل، هي صفر وصفر، أو بنكتبها واو أو بتسيبها، أي حاجة مش هتفرق. على اليمين بنكتب الأرقام الموجبة، وعلى الشمال السالب، وفوق الصادات الموجبة، وتحت السالب. النقطة الأولانية واحد وواحد، بتمشي على السينات واحد وتطلع للصادات واحد، وكده دي نقطة واحد وواحد. بعدين عندك اتنين وصفر، بتمشي على السينات اتنين وبعدين الصفر. آخر عندك حاجة عندك تلاتة وسالب واحد، بمشي على السينات تلاتة وانزل تحت على السالب واحد. كده أدي عندي التلات نقط بوصلهم، وكده مثلت الرسم الدالة اللي عندي اللي هي 2 ناقص السين، وظهرت عندي خط مستقيم، يبقى كده رسمي مظبوط. طب افرض ما طلعتش معاك خط مستقيم، يبقى تراجع الأرقام بتاعتك كلها، يبقى في حاجة حسابيا مش مظبوطة، يبقى في حاجة حسابيا مش مظبوطة، يبقى لازم تراجعها كويس. الدالة التربيعية هي مين يا مستر؟ الدالة التربيعية من ح لح، حيث دالة س دي الصورة العامة بتاعت أ س تربيع زائد ب س زائد الج، تمام؟ طبعا واضح هنا إن أعلى قوة عندي هنا 2 في الدالة الخطية، كان أعلى قوة كانت عندي 1. لكل أ و ب بينتمي لح، والأ لا تساوي الصفر، لأن لو الأ ساوت صفر مش هتبقى دالة تربيعية في اللحظة دي، هتبقى دالة من الدرجة الأولى. ودي تسمى دالة تربيعية أو بنسميها دالة من الدرجة الثانية. تمرين: مثل بيانين الدالة، دالة س بتساوي س تربيع، حيث س ينتمي لح متخذا الفترة اللي هي سالب 2 و2. بنعمل جدول ونكتب فيه السينات، هو قال لك س سالب 2 و2، طيب نكتب س وص ونبدأ ناخدهم بالترتيب، سالب 2 سالب 1 صفر واحد واتنين، كده انا خدت الفتره اللي عندي. ونبدا نعوض عندي هنا، ممكن تعملها بالاله الحاسبه وممكن نعملها بعينينا، هي الارقام هنا سهله مش محتاجه اله حاسبه. اول واحده سالب 2 الكل تربيع، خلي بالك لما تكتبها على اله حاسبه اكتبها زي ما انا هوريها لك دلوقتي كده. لو انت كتبت سالب 2 الكل تربيع هتطلع لك سالب 4، فكده غلط. ايه الصح يا مستر؟ الصح انك لما تكتبها على الآلة الحاسبة تكتب سالب 2 الكل أس 2. ولو كتبتها غير كده يا مستر من غير أقواس الناتج هيطلع لك غلط، فخلي بالك. فتكتبها على الآلة الحاسبة جوه قوس هتطلع لك موجب 4، لو ما حطيتش الأقواس هتطلع لك سالب 4، هتبقى إجابة خاطئة. زي ما عملت في سالب 2 هتكتب في سالب 1 الكل تربيع هتطلع لك موجب 1، والصفر طبعا تربيعها بواحد، والواحد أس 2 بواحد، والاتنين أس 2 بأربعة، ما فيهاش حاجة. محاور إحداثيات عندي وأبدأ أمثل كل نقطة. النقطة الأولانية سالب 2 وأربعة، أمشي سالب 2 وأطلع لغاية الأربعة وأحط النقطة. النقطة اللي بعدها سالب 1 وواحد، أمشي على السينات سالب 1 وأطلع لغاية الواحد. النقطة اللي بعدها صفر وصفر، اللي هي نقطة الأصل عندي هفضل مكاني. بعدين عندي واحد واحد، أمشي على السينات واحد وأطلع لغاية الصادات واحد. بعدين اتنين وأربعة، أمشي على السينات اتنين وأطلع لغاية الأربعة. كده أنا حطيت النقط اللي عندي كلها. الخطوة اللي بعدها بقى بتوصلهم بإيدك بالقلم الرصاص وبإيديك. بالمسطرة ينفع يا مستر؟ لأ، هو اسمه منحنى. ده اسمه ايه؟ منحنى. المنحنى يتعمل بالايد. لو كان خط مستقيم كنا عملناه بالمسطره زي المساله اللي فاتت، تمام؟ طيب نقطه الاصل هنا مين يا مستر؟ نقطه الاصل هي صفر وصفر. طيب معادله محور التماثل، معادله محور التماثل بتاخد الاحداث السين، معادله محور التماثل هتبقى س بتساوي صفر. طب دي قيمه عظمى ولا قيمه صغرى؟ دي قيمه ايه؟ صغرى يا مستر، لان هي الرقم تحت، يبقى قيمه صغرى الصادي، القيمه الصغرى الاحداث الصادي اهو، يبقى هي القيمه الصغرى عندي هي الصفر. بكده نكون خلصنا حصتنا النهارده. كنت حابب انبه عليكم ان الحصص ممكن ترجعوا لها على قناه وزاره التربيه والتعليم، اللي هي قناه المختصه بالبث المباشر، هتلاقيها على اليوتيوب، تقدر تراجعها تاني وتقدر تشوفها اكتر من مره، وممكن تقدر
تشوف التمارين وبعدين تبدأ تحلها وتتأكد من إجابتك والخطوات مظبوطة وكاملة ولا لأ. أتمنى ليكم كل النجاح والتوفيق، مع تحيات الإدارة العامة للمحتوى التعليمي، ودمتم في رعاية الله.